أسماء بيوتي ترد على سخرية حث الفد منها بسبب أغنيتها أدياني. إليكم التفاصيل فتابعوا الفيديو إلى آخره. فبعد الضجة التي أحدثها الخروج الأخير والمتكرر للفنان حث الفد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام، حيث اعتبر الكثيرون من رواد السوشيال ميديا أنه يسخر بطريقته الخاصة والفكاهية من أغنية أسماء بيوتي. وقد عرف هذا الموضوع انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد خرجت مؤخرا أسماء بيوتي عبر تصريح مباشر لإحدى القنوات الإلكترونية وردت عليه. إليكم ما قالت. الفنانين اللي مثلا كلاشا او لا سبو او لا هذا شنقول لك نورمالمون ما عرفتش باش نجاوبهم، يعني ما شاء الله فنان كبير وكبير تبارك الله ما شاء الله عليه، والاعمال ديالو ناجحه 100%، ويجي مثلا يهضر على بحال هكا ما عرفتش شنو هو المشكل. وانا تجربه، وهو ممثل ماشي مغني، هو ممثل يعني ما عندوش علاقه بالغناء باش غيعطي مثلا واحد الكريتيك على هذا، لكن كل واحد طريقه كيفاش. المهم ماشي مشكل، انا ديجا انا غاده في المسيره ديالي. فعلى ما يبدو أن الفنان الكوميدي حث الفد لم يرقه بشكل كبير أغنية دياني لليوتيوبرز أسماء بيوتي. فبعد أن سأل متتبعيه عبر حسابي على الإنستغرام عن نوعية الأغاني التي يحبون أن يسمعوها بصوته، فبعدما اعتبر رواد السوشيال ميديا أن هذه التدوينة هي سخرية بطريقة غير مباشرة لأغنية أسماء بيوتي، أطلع عليهم حث الفد عبر حسابي على الإنستغرام وهو يغني. ناح النواح النواحة على بقر صحاح النطاحة، ناح النواح النواحة على بقر صحاح النطاحة، والبقرة حلو بحاحة تحلي بقنطار حاح، لكن مسلوب من أهل الدار، لكن مسلوب من أهل الدار. ناح النواح النواحة على بقرتنا وبقرة حاحة. صوتوا على رقم 3 أربعة أربعة أربعة. وقد علق حث الفد على هذا الفيديو قائلا: للمزيد رأيكم يهمني فلا تبخلوا.